نطمن على آخر الاستعدادات الفنية والتجهيزات للبطولة والماتش المهم جدا بكرة لمصر مع السنغال. بينضم لينا دلوقتي على التليفون الناقد الرياضي محمد يحيى. أهلا وسهلا بيك أولا في 90 دقيقة وعلى شاشة المحور، وخلينا نطمن منك إيه أبرز وآخر الاستعدادات والتجهيزات للماتش المهم بكرة. اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي المحور. طبعا اهلا استاذ محمد. وراء اهلا استاذ حسام، واهلا طبعا من وراء يعني كله في ترقب وانتظار ليها بشكل كبير جدا. بعد ما كنا في بدايه المرحله خالص وبدايه البطوله، الجهاز الفني ومحمد صلاح واللاعبين كلهم ما عندهمش الامل ان احنا نوصل للنهائي او ان احنا نفوز بالبطوله، وكانوا بتقول صراحه ان احنا مش مرشحين. الوضع اتغير دلوقتي خاصه من بعد مباراة كوت ديفوار، وزاد أكثر مع مباراة المغرب، وخلاص بقينا فعلا في مرحلة النهاية في المباراة الأخيرة أمام الكاميرون بعد ما تأهلنا رسميا للمباراة النهائية. طبعا الكل دلوقتي مركز تركيز شديد جدا، وكل الهم وهم إن هم ناخد البطولة وإن احنا نحقق الهدف وإن احنا نرجع تاني إن احنا نحقق البطولات ونفوز ببطولة أفريقيا، لان الموضوع خلاص حسوا بقيمه البطوله ازاي وبقيمه شات المنتخب ازاي، يمكن ده ما كانش موجود في البدايه وده كان ضعيف عند جزء كبير من اللعيبه، لحد لما اجتمع كابتن محمد صلاح مع بقيه اللاعبين وبدا يوجه اللعيبه وبدا يحسسهم باهميه الانتصار واهميه القصه، وساهم في ده ان في حوالي ثلاثه من الجهاز الفني هم شاركوا جيل الفرحه مع المنتخب في 2006 2008 و2010 اللي هو وائل جمعه وفي عصام الحضري محمد شوقي. فده كانت نقطه انطلاقه حلوه في ان هم يشجعوا باقي اللعيبه عشان خاطر يحققوا النتيجه، ويمكن ده اللي قاله كابتن وائل جمعه النهارده في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه، ده يمكن اللي حضره عشان يعني يتكلم فيه. قال ان احنا يعني كانت غريبه علينا ان احنا نبقى بالشكل دوت، وان احنا يعني كل همنا دلوقتي ان احنا نحقق البطوله. المشاعر بقت قويه جدا عشان نقدر ان احنا نفوز ونحقق لقب، وكل اللعيبه دلوقتي على قلب رجل واحد وكله بيقدر يعني بيشجع نفسه، كل واحد مركز باكثر تركيز ومحققين انجازات كبيره جدا يعني عشان خاطر يقدروا يحققوا الموضوع دوت. جميل. طيب يعني بالنسبه للغيابات وايضا تاثر الصحي لبعض اللاعبين، طبعا كان في اجهاد كبير، احنا لعبنا ثلاث ماتشات 120 دقيقة، فتطمنا كده ايه اللي بيدور في ما يتعلق كمان بعمليات الاستشفاء للاعبين، وكنا سامعين ان السولية ايضا هيكون صعب مشاركته في المباراة القادمة، فلو برضو تقول لنا تطمنا على الاحوال الصحية واحوال الاستشفاء بالنسبة للاعبين. يمكن الجانب البدني للاعبين يعتبر من اقوى الناحية البدنية اللي موجودة في الفترة الأخيرة ديت، وده كان نقطة غريبة جدا، خاصة زي ما انت شفت احنا لعبنا الثلاث ماتشات كل ماتش فيهم 120 دقيقة، ويمكن احنا الفرقة الوحيدة اللي في البطولة اللي لعبت الماتشات بالشكل دوت. في نفس الوقت كمان يمكن عندنا ما تعبناش، ويمكن ده ظهر خلال مباراة الكاميرون الأخيرة لما بدأ الشوط الثالث مع الشوط الثالث الإضافي، أصبح إن فرقة الكاميرون كلها وقعت بدنيا بشكل كبير، لكن منتخبنا كان بصراحه شادد حلو، وده بيرجع لحاله الاستشفاء اللي بيحصل بشكل كبير جدا مع المنتخب، والجهاز الفني صراحه كان يعني واعي لحاجه زي كده. اصل احنا كنا شفنا صور حضرتك عارفها طبعا، هم قاعدين في الجرادل والحاجات دي، فالواحد برضو بيتساءل بعد الاجهاد الكبير ده هيعملوا ايه يعني. قاوموا العدم وتوافر الامكانيات ان هم قدروا يوفروا وسيله مختلفه شويه، طبعا كبير علينا كلنا، لكن قدروا ان هم يقاوموا في حاجه زي كده، ان هم وفروا جزئيه مهمه بيحققوا بيها الاستشفاء بتاعهم. وطبعا يعني انا شايف ان كل القصه كلها، حتى انت بتقول لي على عمرو السوليه، صحيح هو جايب شويه اجهاد، لكن في كلام كبير ان هو هيبقى موجود ان شاء الله معانا في المباراه، ونقدر ان احنا يشارك بشكل اساسي. وفي نفس الوقت تقريبا طبعا في اصابات حصلت لنا وغيابات بسبب الايقافات، زي عمر كمال عبد الواحد. وفي نفس بمناسبه عمر كمال عبد الواحد استاذ محمد، مين هيكون البديل؟ يعني ازاي هيتم تعويض غيابه؟ يمكن في اكثر من بديل دلوقتي بيدرس استقالة شكلوش ان هو اتدفع بيهم، يمكن بدايه هيبقى امام عاشور اللي هو شارك بالفعل في الجزء الثاني من المباراه
الماتش اللي فات بعد ما طلع معهم 8 عبد الواحد لما خد الانذار. طب امام عاشور ولا عبد المنعم؟ ايوه هو في ثلاث اختيارات دلوقتي، ما بين امام عاشور وما بين احمد سيد ميزو وما بين محمد عبد المنعم، وان كنت ارجح ان امام هو الاقرب لانه خاصه هو الراجل جربه. امام هو الاقرب من عبد المنعم؟ انا شايف ان ممكن، مع ان عبد المنعم متالق برضه يعني. ما هو عشان يستغله، لان دلوقتي عندك مشكله في ان احمد حجازي اصيب وودع البطوله بشكل كامل، يمكن سافر دلوقتي في المانيا هو دلوقتي. هو فهو عايز يستغله، لان عايز برضه يوقف الصراعات بتاعت الصراعات عندنا. شايف انه ممكن يعني، هو بالفعل كمان جرب امام عاشور، احنا شفنا الماتش اللي فات بتاع الكاميرون في التغيير، كان عمل تغييره ما بين عمر كمال عبد الواحد وبين امام عاشور عشان يقدر يجربه ويثبت، ويمكن اثبت جداره شويه في الدقائق البسيطه اللي شارك فيها. فلسه هو حتى الان يعني هي في جزئيه زي كده، خاصه انه اللي هيلعب في المكان دوت هيبقى عليه دور مهم جدا جدا، انه هيلعب على استاد يومانين نجم كابتن منتخب السنغال، فطبعا هو واحد بين افضل محترفي الدوري الانجليزي، فبالتالي يعني هيبقى عليه عبء كبير جدا جدا في ان هو خلال المباراه. جميل. يعني في كده طبعا بنشوف الصحافه الرياضيه والعالميه حتى او العربيه بيتحدثوا بقى من امبارح طبعا عن لقاء ساديو ماني مع محمد صلاح، وهما الاثنين طبعا بيتزاملوا في ليفربول، واحيانا كان بعضه بيشيل لنوع من انواع التنافس الايجابي هناك. بكره برضه هيبقى لقاء يعني خاص، وكلا اللاعبين الحقيقه محتاجين برضه الفوز باللقب يعني على المستوى الفردي كمان، ده هيفيدهم بشكل كبير. لو رصدت هذه المفارقه او اشهر ما يقال عنها او توقعات حضرتك بالنسبه ليها ايه يعني وكده؟ طبعا زي ما كان في منافسه قويه ما بين اللاعبين سواء محمد صلاح وساديو ماني مع بعض قلب فرقه ليفربول مع بعض، ان مين يسجل ومين يبقى الهداف بتاع الفرقه، انا شايف المنافسه هتبقى على اشدها لما بيواجهوا بعض غدا في منتخبين او في فرقتين مختلفتين، كل واحد منهم الفوز بالبطوله بالنسبه له عامل كبير جدا. اولا محمد صلاح عايز يكمل بقيه انجازاته، وعايز يكمل ان هو يحقق الارقام القياسيه اللي بيكسرها مع فرقته، ان هو يحقق لقب، واول لقب بيبقى في حياته مع منتخب بلاده، ولان ده هيفرق معاه كتير جدا في جائزه احسن لاعب في العالم، زي ما فرقت معاه ان كتير طبعا ما خدش اللقب بسبب حاجه زي كده، ان هو ما حققش بطوله مع منتخب بلاده. النقطه الثانيه نفس الامر بالنسبه لساديو ماني. ساديو ماني وصل البطوله اللي فاتت في دي الماتش النهائي لكن خسر وما خدش البطوله قصاد الجزائر، فبالتالي برضه نفسه هو كمان يحقق اللقب بعد ما كان قريب منه. طبعا في نفس الوقت التنافس بينهم قوي جدا، مباراه مهمه ليهم هم الاثنين بشكل كبير، بشكل شخصي كمان، بشكل شخصي قبل كمنتخب. يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اتكلم عن الموضوع دوت وقال لك ان انا مبسوط ان الاثنين اللعيبه بتوعي وصلوا نهائي، وده حاجه كويسه جدا، وفي تنافس وهيدي فرصه ايجابيه ما بين الاثنين، ان هو لو الفرقه اللي تخسر اللاعب اللي فيها هيرجع على طول على انجلترا عشان يبدا يلحق مباريات الدوري الانجليزي، واللي هيكسب هيديله فرصه ان هو يسافر بلده عشان يحتفل مع منتخب بلاده، ويرجع بعدها بيوم او يومين تقريبا عشان خاطر برضه يبقى اديله فرصه بشكل كده، ومع ذلك هيطمن منهم الاول على الحاله البدنيه بتاع كل واحد عشان يطمن عليها قبل مشاركتهم في الدوري الانجليزي. فدي نوع برضه من انواع ان هو راجل عنده اثنين من اكبر لاعبي افريقيا بيواجهوا بعض، وفرقه واحده فرقته في فرقه ليفربول، فطبعا ده في حد ذاته شيء جميل. وبعد ما كانت الدوري الانجليزي والفرق الانجليزيه شايفه ان بطوله افريقيا ملهاش لازمه او مش مهمه بالنسبه لهم، لا بالعكس، اتكلم يورجن كلوب امبارح ان البطوله قويه وبطوله كانت ابرزت يعني طبعا، وهتفرق في سجلات اللعيبه كمان في الالقاب الدوليه زي الحذاء الذهبي والكره الذهبيه وكل ده هيحط في رصيدهم يعني. بالظبط يعني هو لسه الماتش طبعا ده ماتش ترقب جامد جدا جدا من كل انحاء العالم، خاصه ان محمد صلاح ادى اداء ودور رائع جدا، ومخلي المنتخب المصري لما وصل بيه لحد النهائي محط انظار كل تشتفي كره القدم، وده يمكن فرصه حلوه ليه لاعيبتنا لاعيبه منتخب مصر. يمكن في لعيبه كبيره كتيرة جدا قدرت ان هي هيجي لها عروض الفتره اللي جايه، واحد زي احمد فتوح اللي بيأدي احسن ادوار
الباك الشمال في مصر دلوقتي حاجه اكثر من رائعه ليه، جاي له عروض كتير، ويمكن برشلونه وباريس سان جيرمان يمكن هيبعتوا الكشافين الفتره اللي جايه عشان يشوفوه بشكل قوي بالتأكيد. هو ممكن فتره الانتقالات اللي جاي نفس الامر بالنسبه، وحتى اللعيبه المصريين متهيألي دلوقتي في حديث يعني بدا يتحدث، يعني سامعين ان زيزو بدا يجي له عروض فرنسيه او حاجات من هذا القبيل. احمد فتوح وفي نفس الوقت محمد ابو جبل واحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم برضو ناس كثيره جدا معجبه بادائهم، لان زول كان اكتشاف جدا في البطوله، فان شاء الله بقى يجي لهم احتراف يعني نشوفهم محترفين بعد البطوله، تجارب احترافيه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله.